مباراة، ولكن خلينا نروح للكابتن محمد عمر ونحن نركز على الجانب الفني ونؤكد أن ما بين مصر وتونس أكبر من مباراة كرة القدم. هي بالفعل زي ما قال الكابتن ضياء السيد مباراة كان لها ثلاثة محاور، محور في الكاف ومحور في تونس ومحور في الملعب. أما المحور الذي كان في الكاف فقاده طارق البشماوي التونسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي باقتدار، وقضى على هاني ابو ريده بالضربه القاضيه وكسب الدوله في كل مراحلها منذ برج العرب وحتى رادس. حدش يكلمني على تواجد لمصر في الكاف قبل المباراه. طارق البشماوي سيطر على كل مجريات الكاف، اما داخل تونس فكانت الكلمة العليا نرجع بأرواحنا أفضل ما نرجع بالكاس ومعانا خسائر في الإصابات أو في اللاعبين. للأسف الشديد سيطر هذا الهاجس الكاذب الذي حاولت على مدار الأسبوع أن أؤكد أنه مضلل وأنه كاذب، بالرغم من إصابة هشام محمد وبالرغم من الضغوط التي تعرض لها الصحفيين وبالرغم من الجالية وما تعرض لها له المصريين قبل الدخول لملعب رادس قبل دقائق من المباراة، برغم وبرغم وبرغم، ولكن كله كان خيال سيطر على واقع. أما المحور الثالث فكان في ملعب رادس حيث سيطر فنيا فريق الترجي وكان معزولا وكان كل إنسان يؤدي مهمته باقتدار. فشابوا للإخوة التونسة الذين أداروا خارج الملعب وداخل الملعب نهائي يدرس ويخلينا نتعلم حاجات كثيرة جدا حتى لا نقع في الأخطاء. أما على مستوى الكلمة فتحية لهشام عبد الودود مخرج المباراة الأولى الذي استطاع باقتدار أن يجعل كل هذه الأحداث دار بفعل فاعل مجهول الهوية دون أن يعاقبه واحد في التلفزيون المصري. هي لقطة أرسلها هشام عبد الودود قلبت الوطن العربي.